حياكم الله من جديد مع هذه اللوحة الحلوة، لوحة ليهرة الرائعة بالكلمات والرقصات والألوان. نتمنى دائما الست خوات والكويت كلها بخير يا رب العالمين. وحياك الله سارة. الله يحييك. صباح الخير وصباح الصحة عليكم. وصباح الكتاكيت الحلوين اللي يمكن أتوقع أغلب الأطفال للحين نايمين. بالضبط. بس إحنا نبي نستبق الأحداث ونبي نحط النقاط على الحروف الحين. بالضبط. قبل بداية المدارس ونرجع الأمور الصحية والروتين الصحي. وحتى بالعطلة الحين بعد سارة صار في وايد بربسة بالأكل واللعب بالأكل، عمال على بطال من غير أي ترتيب، فعلى بنا إجازة فخلهم يعيشون حياتهم. عطنا الصورة. هذه الصورة سارة. هذه الصورة تعبر عن منحنى النمو. يمكن وايد الأطفال إحنا نلاحظ غادة يمكن وعبد الله، إذا طفل ما شفناه من زواره لعقب شهر زواره نشوف إنه متغير. النمو عنده متغير علينا والنمو عنده صار سريع. الأطفال طبيعتهم نموهم سريع، فهذا عندنا منحنى النمو اللي يبين يقارن نمو الأطفال طولهم ووزنهم مقارنة بالأطفال اللي بعمرهم. حلو. فعادة هذا هو المرجعية اللي نرجع لها لما نشوف وزن وطول الطفل، هل هو مناسب لعمره ولا لا، ومناسب لأقرانه ولا لا. ما شاء الله الحين تشوفينهم كلهم هيوج لا إله إلا الله. بالضبط. يعني ما يمديش تشوفين هالطول صار هالطول. صار عندنا سوبر سايز ميلز، فصار عندنا سوبر سايز كيدز. التغذية أكيد تأثر. يمكن ساغة بهالموضوع، أنا قاعد أشوف أشياء تشوق بصراحة، مو بس حق الأطفال حتى حقنا. ألوان لكن ألوان. إن شاء الله الحين بغير فكرتك عن الأشياء اللي موجودة هني. هذه الأطعمة يمكن إحنا اليوم غيرنا كسرنا القاعدة من الأطعمة اللي ما ودنا الناس تأخذها على أساس ننبه للأمور الأساسية اللي الأطفال ما يحتاجونها في نظامهم الغذائي. بالضبط. ونسوي تنقية حق نظامهم الغذائي خاصة في مثل هالأوقات اللي صح. مثل ما قلتي غادة، الأطفال دائما وقتهم مفتوح، ماكو أنشطة تشغلهم. بالضبط. فقاعد يصير الوجبات الخفيفة على طول ما شاء الله شغال الحل، ونوعية الأكل قاعدة تصير أسوأ. فودنا نحط النقاط على الحروف. يمكن أول مجموعة من الأشياء اللي ما ودي الأطفال يأخذونها اللي هي السكريات المكررة والأطعمة المكررة. كنت تلاحظون شيء يشترك بالطاولة هني إن كلهم أطعمة مصنعة، ماكو شيء طعام طبيعي يبناه وقلنا إنه سيء. فالأطعمة المصنعة بشكل عام هي الأشياء اللي ما ودنا الأطفال يكثرون منها. صورة خاصة الأطعمة اللي تكون البيضة. دائما لما أقول لهم أخذوا توست أسمر ولا خبز أسمر ولا هذه المنتجات، يقولوا لي هذا أكل كبار والأكل مرضى السكر. صح. سبحان الله، الله ما خلق قمحة بيضة وقمحة سمرة. صح. القمحة بكامل فوائدها بقشرتها بالفيتامينات اللي فيها تكون سمرة. فالمصنعين يجردونها من فوائدها على أساس مدة صلاحيتها تصير أطول. الشكل يصير. خلونها والشكل بيضة. بالضبط. والشكل يصير والطعم أيضا يصير أطرى. صح. لكن الطفل اللي متعود على الطحين الكامل، العيش الأسمر، المعكرونية السمرة والباستا السمرة، ما يكون عنده فرق في الطعم انه يحتاج شيء سوفت اكثر. وبنفس الوقت لما نجرد القمحه من القشره مالتها قاعد نجردها من كثير من الفيتامينات والمعادن. صحيح. انا بالنسبه حق الطفل يهمني موضوع السعرات الحراريه، لكن مو باهميه كبيره، يهمني بالدرجه الاولى شايدة. كميه الفيتامينات والمعادن اللي موجوده في الاكل. صح. فكثر ما خذيت اكل كامل فالفيتامينات والمعادن راح تكون بصوره اكبر. حلو. يمكن ساره ساعات نشوف الطفل كذي طالع مغبغه وجميل وحلو. يمكن احنا نعتقد ان هاي زياده في النمو، متى نعرف ان هذا نموه طبيعي ولا في خلايا دهنيه ممكن ساعدت انه تكون له مشكله سمنه بالمستقبل؟ يمكن من اهم العوامل سمنه الاطفال ليش مخيفه اكثر من سمنه الكبار. الاطفال عندما يزداد وزنهم تزداد كميه الخلايا الدهنيه. صحيح. عندهم. صحيح. فتصبح احتماليه اصابتهم بالسمنه وهم كبار وهم بالغين اكبر. فاللي يبدا مثلا بخلايا دهنيه اقل، طبعا احتماليه السمنه عنده وهو كبير تكون اقل، لكن اللي يبدأ بخلايا دهنية أكثر، الخلايا هذه حتى لو كبر وسووا رجيم ممكن تقل حجما لكن لا تقل عددا. صح. فتصير عنده المشكلة مستمرة طول عمره. صح. فدائما احنا نقول وقاية خير من العلاج، فالبداية بتغذية الطفل سليمة دائما تكون أفضل. مهمة. صحيح. هذا اللي المغضوب عليه خلاص المغضوب يعني عليه. بالضبط. يمكن يعني. غادة انت قلتي انا ما نحب طريقة تصنيعه، في صورة هو شلون طريقة تصنيعه عندنا ياها اللي هم يصنعونه من مادة نايلون تيوب الواحد. بالضبط. ياكل بس ما ادري ليش يسمونها بينك سلايم، اللي هي عبارة عن خلطة من بقايا اللحوم. يمكن
فيها نسبة قليلة من اللحم والبروتين يزينون فيها، ويمكن أغلب منتجات الأطفال وايد الماركتينج مالها جدا قوي، فيقولوا كنا مصدر للبروتين، فيه فيتامينات، فيها الأمور، لكن ما خفيها كان أعظم. يعني يكون في النسبة الأكبر تكون من التريمينجز أو الشغل الأوردة الدموية والأغشية والجلود اللي تكون موجودة في الذبيحة، فهذا هو البينك سلايم اللي يسوون منه اللحوم المصنعة. الشيء المخيف خاصة للأطفال، يمكن إحنا شددنا على هالموضوع اللحوم المصنعة للكبار، في دراسة سووها عام 1994 وخذت ضجة كبيرة، شافت إن اللي يستهلكون معدل 12 هوت دوغ في الشهر، يعني تقريبا هالكمية في أطفال باكيت كامل، تزيد عندهم احتمالية الإصابة باللوكيميا أو سرطان دم للأطفال 9 مرات. فيعني انا يعني انا الحين قاعد اتخيل هذا الطبق ان انت قاعد توكلين طفلك سرطان. كنا قاعد اقول له بمرضك قريبا. للاسف يمكن يكون عشاء يوم يعني وايد من بالضبط الأصفر. ويمكن ما ياخذون حبتين يعني يخلصون بالضبط يتقلب. فتزيد كميه الدهون اللي تسبب مشاكل حق الاطفال. صح. لما يبدا يصير الدهون غاده وسالفه القلاي، تخيلي 60% من مخ الطفل يتكون من دهون. صح. فانا لما اعطي الطفل دهون مفيدة، فإن تركيبة الدهون وهذا النمو في الدهون عنده راح تكون من الدهون المفيدة، فمخه كمية الذكاء والريسبونس عنده وعنده الانتباه تكون أفضل، خاصة في السنتين الأولى من عمر الطفل. يمكن لما يولد الطفل تقريبا يكون عنده 200 بليون خلية عصبية في المخ، لكن لما يوصل تقريبا عمر السنتين تقريبا 75% من المخ عنده يكون نفس المخ وهو بالغ، 75% في عمر السنتين. نعم. فقاعد تشوفون ان النمو يكون جدا سريع. صحيح. ان الدهون اللي ما نبيها تكون في نظام الغذاء اللي هي الدهون المهدرجه. هذه الصوره ساره كلامك متمم. هذا عندنا دراسه سووها على طفلين عمرهم 3 سنين، وتشوفون شيء واضح عندنا، في طفل كان عنده مال نيورشت وانه يكون عنده سوء في التغذيه، وطفل طبيعي. حجم المخ اختلف، حتى حجم الخلايا داخل المخ اختلف. فعشان كذي احنا ايضا من الامور اللي نراقبها خلال 3 سنين الاولى من عمر الطفل هو محيط الرأس. وانقارنا ايضا في الاطفال يعني اقرانهم الاطفال اللي في عمرهم، فاذا كان محيط الرأس اقل من المعدل الطبيعي فهذا مؤشر ان نمو المخ ما قاعد يتم بشكل طبيعي. لان اغلب نمو المخ يكون في السنوات الاولى، يعني مراحل النمو لما براقبها اراقب الرأس اولا، تراقبين الرأس الوزن والطول، وايضا نراقب يمكن بعض العوامل الثانيه، التحاليل طبعا نراقبها، نمط الحركه والنشاط. صح. عند الطفل بعض المظاهر الخارجية، الجلد، العين، الشعر. يعني أنا وايد أطفال لما يطلعون عندي من العيادة لازم أسلم عليهم، أحط لهم ستيكرز على إيدهم ولا طباعة، وايد ألاحظ أن عندهم جفاف في الجلد. فهذه الأمور، العين، جحوظ العين، أيضا بريق الشعر إذا خاف، تساقط الشعر، هذا كلها تعطينا علامات على سوء التغذية. حلو. يمكن بنكمل مع الأطعمة اللي ما يحتاجها الطفل، خاصة الأشياء القرقيعان الحلو اللي موجود. القرقيعان يمكن قلت لكم أنا الحمد لله هذه الأشياء عندنا من القرقيعان رمضان، الحمد لله عيالي مو وايد متعودين عليها فظلت عندنا وما استهلكناها. هذه الأشياء كلها مشتركة بنقطة، إن هي تحتوي على ألوان صناعية. هذه الألوان في أوروبا منعوهم بشكل تام، وعطوا المصانع مدة معينة على أساس تبدلها بمصادر طبيعية، مثل الأصفر يأخذونه من الكركم، الأحمر ممكن يأخذونه من الشمندر، وهذه الأمور لأن شافوا في دراسة سووها عام 2007 في جامعة ساوثهامبتون، شافوا إن تزيد من فرط النشاط عند الطفل. صحيح. وهذه مشكلة يمكن وايد غادة قاعد نشوفها في هذه، مثل اللي يعطيك جوانح على قولتهم ويحفز الدنيا. والمشكلة يعني أنا لو أعطي طفلي كاكاو يكون على الأقل فيه نسبة من الكوكو، نسبة من الحليب، أيضا عالي بالدهون والسكر. صحيح. لكن على الأقل فيه نسبة من الأمور شغلات مفيدة. ويستمتع فيها الطفل. لكن صحيح. لما أعطي هذا يعني لو نقرأ غير الألوان الصناعية، أول مكون سكر، ثاني مكون سكر لكن نوع ثاني، ثالث مكون سكر نوع ثالث، ونكهات وألوان صناعية. فهذه الأطعمة يمكن إحنا أيضا من النقاط اللي أبي أنبه عليها، سالفة اليدات، سالفة راحة البقالة. يعني وايد سهل إن إحنا نحتاج ساعات هدوء أطفالنا، فنعطيهم دينار والله روح الجمعية ولا روح البقالة واشتري اللي تبي. لازم نراقب اختياراتهم وأيضا نشجعهم ونعلمهم على الاختيارات الصحية، وناخذ حوار معاهم. شافوا في أمريكا إن معدل حديث الأطفال مع أهاليهم 38 دقيقة في الأسبوع.
فاحنا فانا متى راح يمديني انقل معلومات واناقش طفلي او انصح واشوف هو شنو وجهه نظره عن هالاكلات؟ الحين يمكن كل يد قاعد طالعنا، اذا بتنادي اي حفيد عندها تيجي تعال تبي تسلم عليها وتعطيه شيء من هالاشياء الجميله، ايش يسوون؟ قلت لهم هالاشياء الصناعيه ما نبيها، نبي الاطعمه الصحيه يمكن اللي يتجهون لها. يمكن الاطعمه الصحيه عندي 5 قواعد اساسيه ودي الاطفال على الاقل يسوون حق روحهم، اللي مو واصلين لها يسوون حق روحهم تشالنج انه يوصلون لها، لان جدا هي يمكن الاساسيات او حجر الاساس للحياه الصحيه للطفل. حلو. اول قاعده هي كلها عباره عن كود صحي او ارقام. اول رقم اللي هو رقم 8. حلو. على الاقل الاطفال يحتاجون الى 8 ساعات من النوم، هذا المينيمم. طبعا الاطفال في سن النمو يحتاجون الى ساعات اكثر من النوم. توضح الاطفال يمكن تحت عمر السنه يحتاجون من 14 الى 15 ساعه من النوم. حلو. من 1 إلى 3 سنوات يحتاجون من 12 الى 14 ساعه. من 3 إلى 5 سنوات يحتاجون من 11 الى 13 ساعه، ومن 5 إلى 10 سنوات يحتاجون من 10 الى 11 ساعه. حلو. واحنا نشوف الاطفال يمكن بالليل في المجمعات قاعدين لساعات متاخره، الحين النوم يسهرون الصبح، وخاصة النوم جدا مهم في ساعات الليل. صح. لأن هرمون النمو هني يقدر يشتغل ويعمل بدورته الطبيعية. حتى شافوا أن الدراسة الأمريكية صارت على 13,000 أكثر من 13,000 مراهق، شافوا أن الأطفال كانوا ينامون أقل من 7 ساعات، اختياراتهم للغذاء كانت جدا سيئة، وشافوا أن عندهم 34% احتمالية أقل أن يختارون خضار وفاكهة، و 40% احتمالية أكثر أن يأخذون وجبات سريعة. فأسهل شيء بالليل حتى عندنا الدليفري وسالفة أن أبطل لي تشيز شيبس ولا حلاوة ولا كاكاو أكلة، ما راح يتجهون للاختيارات الصحية، فراح تصير دورة شريرة من عدم الصحة عند الأطفال. دورة شريرة هذه صح. إنزين، يقال أن الجلي وايد مفيد حق العظم، زين، وقاعدين يجيبونه بطريقه غلط او مضاف لها كثير من المضافات الصناعيه. خلينا نقول في حال الام اذا تسوي لهم الجلي على اشكال معينه، ايش تنصحين تكون خلطه الجلي في البيت للاطفال؟ زين، انا ايش رايك راح نقول لها على السريع، بس راح نسويها ان شاء الله يمكن في الاسابيع القادمه. حلو. انصحهم يمكن من ممكن ناخذ الجيلاتين الطبيعي الساده، او في بعض المواد النباتيه اللي تسوي جيلاتينيزيشن لان تحتوي على الالياف مثل الاجارجار وايضا عشبه الاسبرغول، هذه كلها اذا حطيتيها في السوائل راح تمسك معك. حلو. ونستخدم طبعا العصير اللي 100% طبيعي او مخلوط الفاكهه ونحلي بالعسل، فهني راح ناخذ خلطه من المواد المفيده، وبنفس الوقت الاطفال اللي للحين تجذبهم هالامور ممكن ياخذونها لكن بطريقه صحيه وعلى اشكال معينه، تصبها بقوالب. القوالب مثلا المخصصه للثلج. صح. عندك الوان واشكال. صح. لا نهايه لها. وممكن الطفل يعني هذا شيء ما في يعني امور مبرده كلها ما فيها اشياء خطره، فممكن. صح. الطفل يشارك امه في عمل هذه. صح. الاشياء. حلو. ويتعرف. حلو. يمكن على الطبخ الصحي ويسويها بطريقه محببه له. صح. ايضا الرقم الثاني في الكود الصحي للطفل رقم 5. الطفل يحتاج الى 5 حصص من الخضار والفواكه خلال اليوم. انا لما اقول لهم هالرقم يقولوا لي 5 كاكاوات 5 مضاعفات احنا ناخذ، لكن ما ياخذون يعني 5 حصص. الحصه طبعا مو كميه الحصه اللي احنا نحتاجها كبالغين، الحصه الواحده تعادل حجم كف قبضه اليد للطفل، فاذا الطفل صغير حتى هالحجم حجم عنون من الخضره والفاكهه. طبعا دائما نفضل يعني 3 من الخضار و2 من الفاكهه، تكون الخلطه متكامله. ودائما اقول لهم ان الطعام المفيد ينافس الاطعمه الغير مفيده، فاذا هو حصل هالكميه من الخضار والفواكه. صحيح. حتى اذا خربط في اكله ما راح يخربط بالكميات الكبيره، وما راح يكون في مساحه حق الاطعمه الغير. حلو. مفيده. يمكن في دقيقتين بشكل سريع ساره نكفيهم علشان راح بالضبط. الرقم اللي بعده اللي هو رقم 2. رقم 2 الاطفال ما يحتاجون اكثر من 2 ساعة قدام الشاشة مشاهدة. طيب. الشاشة. طيب. والأطفال تحت عمر 2 ممنوع عندنا أن يشوفون الشاشة، لأنه يشافوا أنه يأثر على نموهم العقلي، يأثر على انتباههم، وأيضا يأثر حق الأطفال الأكبر على درجات القراءة عندهم. وأيضا ممنوع أن الطفل يكون عنده شاشات أو تلفزيون داخل غرفته، لأنه حتى يأثر على سايكل النوم عنده. الرقم اللي عندنا قبل الأخير اللي هو رقم 1. يحتاج الطفل إلى 1 ساعة من النشاط البدني خلال اليوم. فإحنا نسميه نشاط بدني وليس رياضة. أي شيء يحبه أو رياضة يحبها أو نوع من اللعب يحبه، معدل 1 ساعة في اليوم على أساس صحته. رقم 0. صفر. يعبر عن شنو؟ يعبر عن 0 من المشروبات المحلات والمشروبات السكرية. صح. الأطفال للأسف
قاعد ينسون الماي وقاعد ياخذون سعرات حراريه كثيره وكميه سكر كبيره من العصائر حتى سواء كانت طبيعيه او صناعيه وايضا المشروبات الغازيه وغيرها. فننصحهم انه ياخذون صفر من هذه الامور مقابل ياخذون الماي وياخذون مشروبات الحليب ومنتجاته قليله الدسم. يعني بالملخص ساره الظل هي البيئه هي المحتوى الاساسي للطفل، بيئته شلون محيطه، قاعد ياكل، قاعد يستخدم الاكل، انواعه، صحي مو صحي، فبالتالي الياهل يتطبع على اهله وبيئته. فنقول خلوا بيئتكم وايد صحية علشان اليهال يكبرون بطريقة صحية وما يحتاجون أو أنهم يتعبون مبكر في حياتهم. كل هالكلام قلتوه حق الأطفال، يعني حقي أنا ماكو مشكلة أخلي الصحن الجميل هذا. لا إحنا قلنا البيئة، وين البيئة الصحية؟ أنسى البيئة الصحية مع عبد الله، شافهم زغللت عينه. كما شاء الله يعطيك العافية، موضوع جدا جميل، إن شاء الله هم بالحلقات الجاية وعدتينا بموضوع الجيل الصحي. إن شاء الله يكون ويانا بعد. بإذن الله. شكرا لك. أكيد شكرا لك سارة، أكيد لنا عودة معك إن شاء الله الأحد الجاي إذا الله أراد، وإحنا لهني قفال راح نكون معاكم، لكن نجيب راح يوافيكم بلقاءات المتميزة مع أخواننا من الإمارات اللي موجودين في الجميرة وراح يحكون أيضا عن الفروسية والصيد والصقور وغيرها من هذه الأمور. أكيد إحنا نقول لهم من البيت العامر كويت بناصر، كنا معاكم، كون دايم سلام. أكيد يوم سعيد، وننتقل إلى زميلنا نجيب القحطاني.